كوني انا اول امراه سعوديه افوز بلقب توب شيف، هذا الشيء يعني لي مره كثير، وحيفتح لي وحيفتح لبنات بلدي ان شاء الله فرص مره كثير في مجال الطبخ ومجال الطهي. من اهم النصائح اللي اعطوني هي الحكام، طبعا كل واحد منهم اعطاني نصيحه يمكن فضلت عالقه في دماغي. اول نصيحه من شيف مارون انه الحدود احنا اللي نحطها لنفسنا، وكل شخص ما عنده حدود، احنا اللي نعمل لنفسنا حدود. شيف بوبي دائما اتذكر كلمته لما كان يقول لنا كيوبيت سيمبل او كيبيت كيوبيت سيمبل على كل اطباقنا. شيف منى كانت نصايحها كلها انه خلوا شخصيتكم في الطبق. طبعا في مشاريع ان شاء الله حتكون مستقبلا مره حلوه. اول مشروع حنبدا به انه حيكون في مطعم خاص بي، وكل احد حيقدر يجرب اكلي، ومن هذا المطعم ان شاء الله حنطلق كمان مشاريع ثانيه بس ما حقدر اتكلم فيها الحين، لكن ان شاء الله مستقبلا حيكون في اشياء مره حلوه.